أحسن الله إليكم. السائلة فاء عبد الله من الرياض تقول: هل خروج الرطوبة من المرأة ناقض للوضوء ولو كانت تعلم أنه خارج من الرحم كالحامل مثلا؟ نعم، الخارج من السبيلين أيا كان نوعه ينقض الوضوء، فعليها إذا وجدت هذه الرطوبة أن تستنجي، تغسل المخرج، ثم إن كانت الرطوبة مستمرة فإنها تضع شيئا حافظا بعد الاستنجاء ثم تتوضأ وتصلي. نعم.